السلام عليكم واهلا بيكم في عالم امان. النهارده هنعمل برسيل جل تحفه جدا زي ما احنا شايفين كده، قوام ونظافه وريحه جميله ولون حلو قوي، وبصراحه برسيل جميل قوي، ان شاء الله هيعجبك. مكوناته سهله وبسيطه وزي ما احنا شايفين كده جميل قوي، كمان بيخلي البصوا عايزه اقول لكم الهدوم زي الفل، قشطه كده جميل خالص. هتعملي كمية موفرة جدا وكأنك اشتريتي برسيل الشركات بالظبط، واخدين نفس القوام ونفس قوة النظافة. وهنشوف المكونات بتاعته قد ايه سهلة ان شاء الله وبسيطة. كمان طبعا لما بنعمل حاجة طبيعية في البيت بنكون معانا كمية اكتر من اللي انت هتشتريها بكتير، وبتبقى يعني مثلا الطبق ده كده واخد حوالي 3 لتر كده. بصوا الطبق بس اللي قلبت بيه كده مقزز من النظافة، بيبرق بيلمع جميل جدا جدا، فما بالكوا بقى الهدوم والملابس والبقع، خطير يا جماعة في ازالة البقع والاصفرار من الملابس للابيض وللالوان ولاي غسله عايزه تغسليها. ضيفي كوبايه، لو عايزه تضيفي كوبايه ومعاها كوبايه من المسحوق تحفه جدا برضو. اول حاجه نسمي بسم الله ونقول المكونات. معايا كوبايتين من الميه، معايا معلقه من ملح الليمون ومعلقه من الكربونات، وادوب بقى كويس قوي واقلب كويس قوي قوي زي ما احنا شايفين كده، ومعلقه من السكر. بعد كده هبتدي احط 3 معالق كبيره من النشا اللي هي المايوزينا اللي هي الكورن فلاور. بحاول اقول برضو ايه الاسامي اللي في بعض البلاد علشان حبايبي اللي بيطلبوا مني اسم الحاجات، وبرضو لو النشا ليها اسم تاني في بلدكم اكتبي بلدك ايه واكتبي النشا عندك اسمها ايه. واقلب كويس قوي قوي لغايه ما المكونات دي تدوب كويس. ده شرط ان تدوبي ملح الليمون، بياخد وقت شويه، تقلبي حبه شويه ما تزهقيش. ملح الليمون مع الكربوناتو مع السكر مع النشا، وقلبي كويس قوي. بعد كده معايا معلقه كبيره بس من البطاس اللي هو القطرونه، برضو اللي هو حجر تسليك المجاري اللي هو الصودا الكاوي. احنا بنقول في مصر البطاس، قوليلي برضو اسمه ايه عندك وبلدك ايه. هقلب كويس قوي قوي وحاسبي على ايدك وحاسبي على ان انت ما تتنفسيش الابخره اللي طالعه منه، وطبعا بتركنيه على جنب وبتسيبيه ان هو يبرد خالص علشان يطلع الابخره وعشان ما يعملش ريحه مش لطيفه في البرسيل جل. تمام كده دوبتها جامد قوي، وبعد كده هسيبه بقى يبرد علشان نضيفوا لبقية المكونات بالشكل ده. اركنه بقى على جنب كده وابتدي اقلب واضيفه لبقية المكونات. اقلب بقى ايه المكونات اللي انا كنت حطاها على جنب لغاية اما يبرد البطاس. لازم تتقلب كويس تاني عشان اتأكد ان مفيش حتة فيها تكتلات ولا كلكع، ما يبقاش مكلكع معايا. بعد كده بضيف البطاس بالشكل ده واقلب كويس قوي قوي زي ما احنا شايفين كده. ابتدى يتكون معايا الجل اللي انا عاوزاه القوام، او التكسابون اللي انا عاوزاه القوام الصابون بالشكل ده. روعة روعة يا جماعة، شايفين بقى لزج قد ايه. طبعا بيحتاج ان انا ازوده مية، وزودي بقى زي ما انت عايزه، تعملي بقى 3 لتر، تعملي 5 لتر زي ما انت عايزه، بس يعني ما تزوديش قوي، زودي حبه حبه زي انا بقى ما بعمل كده، زي انا ما بعمل كده علشان ايه، علشان ما يخفش منك. احنا برضو عايزين الحاجه ليها قوام حلو زي اللي بنشتريه من الشركات. احلى برسيل جل ممكن تعمليه في البيت، واحلى حاجه كميته الموفره جدا زي ما احنا شايفين كده. بزود اهو حبه كوبايه كوبايه لغايه هقول لك بقى في اخر الفيديو انا زودت قد ايه وبقى معايا كميه قد ايه من البرسيل جيل بالشكل ده.
لسه برضو حاساه ايه تقيل معايا، لسه هحط تاني بالشكل ده. بزود طبعا ميه بارده عادي، مفيش ميه سخنه، انا ما استخدمتش النهارده اي ميه سخنه في البرسيل بتاعي النهارده، زي ما احنا شايفين كله على البارد. عملنا طرق كتير قوي للبرسيل جل، وشكرا على احلى تعليقات على البرسيل جل بلاك اللي جاتلي، وشكرا ان انتوا جربتوه، والحمد لله انه يعني بعمل حاجه بتستفيدوا بيها بجد وبتوفر معاكم كتير. ببقى فرحانه قوي لما بتردوا عليا في التعليقات وبتقولوا لي اني اداكوا احسن نتيجه. معايا لون، اي لون ممكن تحطي، انا عشان التصوير ممكن تكتفي بان هو يبقى ابيض كده عادي، ممكن تحطي لون مثلا موف عشان يديكي برسيل لافندر، حاجه تحفه جدا. انا بقى عشان عايزاه برسيل جل باللافندر، عايزاه ريحته زي اللي بشتريه بالظبط، هضيف كوبايه من البرسيل جل اللي باللافندر اهي بالشكل ده. ده بجيبه سايب من عند الايه بتاع المنظفات، واللون برضو من عند بتاع المنظفات، مش الوان طعام خلي بالك. بتقولي له انا عايزه اعمل برسيل او عايزه اعمل صابون او عايزه اعمل اي حاجه، واختار اللون اللي انت بتحبيه، لون اصفر بقى، لون اخضر، ازرق، بنفسجي، اللي انت عايزاه بالشكل ده. يعني اللون ده بتاعك انت، وممكن تستغني عن اللون خالص، مفيش اي مشكلة خالص. معايا بقى كيس من البرسيل جل بالشكل ده، علشان يديني ريحة البرسيل واحس ان انا عملت برسيل جل، وكمان عشان المادة الحافظة وعشان قوة النظافة تبقى معايا مزدوجة زي ما احنا شايفين كده. يبقى خدت من بتاع الشركات، وفي نفس الوقت ضفت اضافاتي اللي بتخلي الغسيل زي القشطه. يعني لو ما عندكيش الا كوبايه مسحوق وعندك كام غسله، يعني تقدري تقومي تتصرفي بالمكونات البسيطه دي اللي من البيت وتعملي احلى برسيل جل، مش هيكلفك حاجه، وكمان انت زودتي الكوبايه اللي عندك، بقى عندك غسلتين ثلاثه كمان عقبال ما ما تتصرفي وتجيبي. برضو فكرة مش وحشة وحاجة حلوة وموفرة جدا. دلوقتي بقى انا بقى بختبر كده الرغوة ونشوف البرسيل اللي احنا عملناه بالشكل ده. وكمان اضافة البرسيل هنا اداني المادة الحافظة، وكمان خلى الريحة وعزز الرغوة وكل حاجة معايا زي ما احنا شايفين كده. احلى برسيل جل ممكن تعمليه في البيت، نظافة وريحة وتوفير. لو انت عاوزاه هتحطيه في غسالة اوتوماتيك، هتحطي مثلا معلقة خل كبيرة او ربع كوباية من الخل معاه قبل ما تضيفيه للغسالة. بس هو الرغوة مش هتكون يعني للدرجات دي، يعني اي نوع غسالة